مرحبا حبايب، يسعد لي اوقاتكم. للقادمين الجدد الى هولندا عن قانون الاندماج الجديد رح ارجيكم فيديو. هذا الفيديو الحكومه الهولنديه هي اللي منزلته، وبتمنى تشوفوه للاخر وتسمعوا كل كلمه لانه رح تستفيدوا منه. اوكي حبايبي، شوفوا الفيديو وبرجع لكم. مرحبا بك في بلديتنا، نحن نعمل هنا على مساعدتك من أجل جعل هولندا موطنك الجديد، وهو ما نسميه الاندماج في المجتمع. ربما تكون قد بدأت بالفعل الاندماج في المجتمع في مركز الاستقبال لدى الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء COA. يستغرق الاندماج في المجتمع حوالي 3 سنوات، وخلال تلك السنوات الثلاث سوف تتعلم اللغة الهولندية، وسوف تتعلم أيضا كيف يعيش الهولنديون ويعملون ويعيشون. سوف تحاول العثور على عمل، وسوف يساعدك أحد الأشخاص من البلدية في ذلك. نحن نسمي هذا الشخص مدير العملاء. سيود مدير العملاء أولا التعرف عليك بشكل أفضل. على سبيل المثال، ما نوع العمل الذي كنت تعمل به؟ ما الذي تجيده؟ وما الذي تريده؟ وبعد ذلك تبحث سويا عما يمكنك القيام به بشكل جيد وما يناسبك. يتم إدراج كل ذلك في خطة، وسوف يساعدك مدير العملاء في إعداد تلك الخطة. ما هي الدورات التي سوف تلتحق بها في المستقبل القريب؟ وما هي الامتحانات التي سوف تؤديها؟ وما هو مستوى تعلمك للغة الهولندية المخطط له؟ تتضمن هذه الخطة الأهداف التي سوف تحققها. من المهم أن تبذل قصارى جهدك لتحقيق تلك الأهداف، وعندئذ سوف تتحدث اللغة الهولندية بشكل جيد، وسوف يصبح عثورك على عمل أمرا أكثر سهولة. توجد 3 مسارات للاندماج في المجتمع في هولندا. المسار الذي تلتحق به يعتمد على عمرك وأوضاعك الشخصية. كل مسار منها سوف يجعلك تشعر وكأنك في بيتك هنا في هولندا. سوف تتعلم أشياء عن البلد وتلتقي بأناس جدد. سوف يخبرك مدير العملاء بكل شيء عن هذه المسارات، وسوف يساعدك على اختيار أفضل ما يناسبك منها. في هولندا الكثير من الأشياء تتم بشكل مختلف عن البلد الذي جئت منه. قد يكون هذا الأمر مزعجا بالنسبة لك، لذلك سوف يتم تقديم المساعدة لك بخصوص كل ما تحتاج لترتيبه. وفيما يتعلق بالأمور المالية أيضا، سوف نعلمك كيفية ترتيب الأمور المالية هنا في هولندا. مدير العملاء الخاص بك هو الشخص الذي يمكنك طرح جميع أسئلتك عليه، وسوف يرشدك ويدلك على الطريق الصحيح. سوف يتعين عليك ترتيب أشياء كثيرة. لن يكون الأمر سهلا دائما، ولكن يمكنك فعل ذلك. يمكنك دائما طلب المساعدة إذا كنت بحاجة إليها. تمام حبايبي، أكيد شفتوا الفيديو وسمعتوا كل شيء، وهذا الحكي مظبوط وصحيح، وأكيد كل الناس رح تفوت على اندماجات حتى يتعلموا مثالا على أمور القانون المالية. مثلا أنا خلال شهر تقريبا خلصت اندماج من البلدية. قالوا لي إنه لازم أحضر اندماج لمدة 7 اندماجات، يعني 7 مواعيد لازم أروح. بهذا الاندماج بيعلموني كيف اتصرف المصاري، كيف جمع مصاري، وين بصرف المصاري، قديش لازم اصرف كل اسبوع او كل شهر، قديش لازم يجيني، شو لازم اتصرف بشكل عام، كل شيء عن القوانين الهولندية. كثير الناس استفاد من هالشيء، وخاصة بالاندماجات. رح تروحوا انتوا على هالاندماجات بكره، يمكن بالكامب، اكيد بالكامب رح تروحوا، وبعد ما تحصلوا على البيت رح تروحوا على البلدية وتعملوا اندماجات. هذا الاندماج اسمه اومانيتاس، انا سويته اومانيتاس، ما بعرف اذا انتوا اكيد كمان. هو اومانيتاس هي منظمة يمكن مختصة بهالامور. فحبايبي بتمنى تكون عجبكم الفيديو. اذا اول مرة بتشوفونا حطوا لنا لايك واشتراك اذا ما انكم مشتركين، وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وشيروا الفيديو للناس لحتى تستفيد او يستفيد الجميع.
يسعد لي أوقاتكم وباي باي.